هل محمد صلاح قرر يعمل فيلم وثائقي يجسد فيه حياته الشخصية والمهنية؟ وهل بالفعل اختار رامي مالك الممثل المصري للقيام بهذا الدور؟ هذا راح نعرفه بهذا الفيديو. هلو ميمو أرمي، كيفكن يا فخم جيش في هذا العالم؟ معكم ميمو. إذا حابين تنضموا لجيش ميمو ما عليكم إلا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد مني. وإذا حابين تتابعوني على باقي المواقع موجودة عندكم تحت بأسفل الفيديو، موجودة عندكم تحت بالديسكريبشن بالوصف. وخلينا نبلش الفيديو. انتشر على السوشيال ميديا قبل فترة خبر وموضوع فيلم وثائقي حول محمد صلاح. كثير من الجمهور تداولوا هذا الموضوع وانتشر بشكل كبير. فقبل يومين محمد صلاح عمل مقابلة مع بي إن سبورت الرياضية وحكى فيها عن هذا الموضوع. حيث سأل المذيع عن هذا الموضوع فكان رده انه هاي مجرد فكرة، وانه هو مبسوط كتير بهاي الفكرة وانه بتمنى انه هاي الفكرة تنعمل ويعملوا فيلم وثائقي حول حياته الشخصية والمهنية نظرا للظروف اللي مر فيها، الظروف الصعبة، حيث كان لاعب مهمش وصار لاعب مشهور ومعروف من اهم اللاعبين في الدوري الانجليزي وفي العالم اجمع. حكى انه هاي الفكرة رح تجذب كتير ناس ورح تكون مصدر اهتمام ورح تثير اهتمام كتير من المعجبين، وبتمنى انه هاي الفكرة تجسد على ارض الواقع. فسأل المذيع مين ممكن يجسد دورك في هذا الفيلم اذا تم عمل فيلم وثائقي لك. فرد عليه انه اللي ممكن يقوم بهذا الدور هو الممثل المصري المعروف رامي مالك، وهو ممثل رائع جدا وعنده خبرة واسعة وحاز على جائزة اوسكار في 2019. فسأل المذيع يعني ليش انت اخترت هذا الممثل بالذات؟ فحكى له انه هذا الممثل ممثل مصري وعنده خلفية في الثقافة المصرية وفي الشعب المصري وفي المدن المصرية، وهو اكثر شخص مناسب للقيام بهذا الدور نظرا لانه ممثل معروف ومشهور وعنده خبرة وحاز على كثير من الجوائز، فهو اكثر شخص مناسب لهذا الدور. فملخص الموضوع انه هاي مجرد فكرة وحلم لكل جمهور محمد صلاح. يعني خلاص واحنا بنتمنى انه هاي الفكرة تصير، لانه عن جد قصة ملهمة وفيها امل ورح نستفيد ورح يستفيد منها العالم كله. واذا حابين انتو هاي الفكرة وانه الفكرة هاي تنعمل فاكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وايش رايكم بالفيديو واي اضافات بخصوص هذا الموضوع. وبهيك بكون انتهينا من فيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم. وطبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واذا في عندكم اي تعليقات بخصوص هذا الموضوع وبخصوص الفيديو اكتبوا لي تحت بالكومنتات، ورح اكون مبسوط كتير بتعليقاتكم سواء بالنقد او بالدعم. وشكرا لكم كتير على المشاهدة والسلام. وشكرا لكم كتير على المشاهدة والسلام. What?